مجانيه والله. كان نفسي اكمل في التجاره يعني، والله انا ربنا جاء ربنا هذا المدير بتاعنا جاب عامل حسين دي قالوا ما ليش بدك تدفع لنا التأمينات دي؟ لا هم ياخذوا فلوس التأمينات بس يعيشوا أكل ما لناش حول. وفعلا في ناس ما عاد دلوقتي معاش أكل وبطل يكملون. Thank you.